أهلا بكم في قناة العالم على اليوتيوب، سلسلة العالم في النحو. الدرس الثاني بعنوان ألف الوصل أو همزة الوصل وهمزة القطع. أولا، ألف الوصل أو همزة الوصل هي ألف دون همزة، تنطق في أول الكلام ولا تنطق إذا كانت في وسط الكلام وترسم ألف. يبقى ألف الوصل أو همزة الوصل دي ألف بتكون بدون همزة وبتنطق لو جاءت في أول الكلام ولا تنطق لو جاءت في وسط الكلام. مواضع ألف الوصل أو همزة الوصل: واحد، حرف واحد آل التعريف، مثال المدرسة الكتاب. اثنين، في الأسماء التسعة: اسم، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، ايم الله، ايمن الله. يبقى الأسماء التسعة دول لو جه يبقى ألف وصل أو همزة وصل. ثلاثة، أمر الفعل الثلاثي، مثال اكتب، فعل الثلاثي من اكتب كتب، كتب اكتب. اشكر، اذهب. ثانيا، همزة القطع هي ألف فوقها أو تحتها همزة، تظهر في النطق دائما سواء كانت في أول الكلام أو في وسط الكلام، وترسم ألف فوقيها فتحة، ألف فوقيها ضمة، ألف تحتها كسرة. يبقى همزة القطع دي ألف بيكون فوقها همزة أو تحتها همزة، ودي بتنطق سواء جاءت في أول الكلام أو جاءت في وسط الكلام. مواضع همزة القطع: واحد، كل الحروف ما عدا آل التعريف، يبقى كل الحروف همزة قطع ما عدا آل التعريف، ألف وصل أو همزة وصل، مثال أو، إلى، إن. اثنين، كل الأسماء ما عدا التسع أسماء، كل الأسماء همزة قطع ما عدا التسع أسماء اللي قلناهم بألف الوصل، دولة ألف وصل أو همزة وصل، مثال أحمد، إسلام، أسد. ثلاثة، في الضمائر اللي تبدأ بهمزة، مثال أنا، أنت، أنتن. الضمائر اللي بتبدأ بهمزة دي همزة قطع. أربعة، ماضي الفعل الثلاثي، مثال أكل، أخذ. خلي بالكم، ماضي الفعل الثلاثي همزة قطع مثل أكل أو أخذ، لكن أمر الفعل الثلاثي ده ألف وصل أو همزة وصل. خمسة، الأفعال المضارعة المقترنة مع ضمير المتكلم أنا، مثال أنا أحب، أنا أكتب، أنا أتمنى، أنا أستعمل. أنا ضمير متكلم وفعل مضارع، يبقى همزة قطع. ملحوظة هامة جدا، يمكن التفرقة بين همزة القطع وألف الوصل بإضافة واو قبل الكلمة، فإذا نطقت الهمزة تكون همزة قطع، وإن لم تنطق تكون ألف وصل. مثال واحد، أحمد، لما نضيف لها واو هتبقى وا أحمد، هنا الهمزة نطقت فتبقى همزة قطع. مثال اثنين، انتصر، هنضيف لها واو هتبقى وانتصر، هنا الهمزة لم تنطق هتبقى ألف وصل. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة العالم على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل ما هو جديد.